شفتم؟ ما استضيفوا ناس الا خبراء. طيب ما دام الوسادة الذي رسلتها هكذا قصفوها هم نفوسهم، دائما في اي مشكله تحل عبر الوسادات والصلح خير، ولا ما يتكبر المسألة، لازم الوسادات تتدخل. اي رايك انت في الوسادة؟ من يشارك في وسادة او يقدم نفسه كوسيط عليه لعنة الشعب ولعنة الله ولعنة المجتمع هذا. يا جماعة ما بلا شوفوا صاحبكم قد بدال ما بلا حاسبه بدري ما تقولش خلاص تو غيره قد بيسب ويلعن يسب الوسادة. ونعم اول شيء قالهم وذلحين قد بيسبهم. بس 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 ايام الثورة النظام كان يشوف الناس بيتزايدوا، خلى الفضائيات تكذب، فجع الناس، قتل الناس، قطع رواتبهم، كفي سووا كفي سووا. بس طلعت زعفران اتت الحل المثالي لكي يخلو الساحة. نشوف الحل. أنا تخيلت كذا إن إحنا الآن نعمل صناديق كثير وننثرها في كل الشوارع في كل مكان عشان كل ما شافوا صندوق يرتعبوا. نعم. يتحس إنه الصندوق أرعبهم. شفتم على حل؟ حل بسيط، وزعوا صناديق وما يبصروا الصناديق ويهربوا. افتجعوا من الصناديق. إني رعبتهم أي ما عاد يبقى في الساحة ولا واحد، لأن الصناديق هذه ترعبهم ما شاء الله. بس نفترض ما نفعش الصناديق، في حلول أخرى، في حلول أخرى ما شاء الله. أحد الحلول هذه الأخ الفاضل نشوفه بس بطريقة شرعي، حل شرعي. نشوف الحل. الفتية اللي زادهم الله هدى لما شافوا الباطل، لما شافوا الظلم اعتزلوا، وأول الكهف ما راحوا ينزلوا للساحات جالسين. يعني حتى النص القرآني يعني تكيفوه كيف ما شئتم ولمصلحتكم. أيوه الفتية اعتزلوا وما يعبدون إلا الله، ما يعبدون دون جماعتهم لكنهم راح يعبدوا الله إلا الله. فأول الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هكذا الكلام، هذا الكلام صح، مش انزلوا للساحات وخربوا الدنيا. حل ما شاء الله عليك، أنا أهنيك على هذا الحل. أنا أعتقد أن لك سنين وأنت تبحث عن هذا الحل. الأخ يشتينا نرقد 309 سنين فالكهف يدخلنا الكهف ورجع نقوم نطالب بحقوقنا، يركدنا مش وقت المظاهرة ولا نعطي يركدنا. شوف على حل، ما نقوم من النوم بعد 300 سنة وقد باعوا اليمن، قد احنا اسمنا جبوتي ولا تنغنزانية. ما شاء الله والحلول معه. أنا مستغرب من الذي بيصيروا في التحرير ولا في السبعين ولا بألفين ولا بأربعة ألف ولا الذي بعضهم يصير يقتل بالألفين هذا ولا ليش بيصيروا هناك؟ بعضهم يضربوا على دجاجة ولا أي حاجة، وأحيانا يقطعوا الطريق لما حسبوا الحكومة المستحقات. أستغرب ليش ليش؟ إيش جو يصيروا يعتصموا في ساحة التغيير؟ أنت داري إن في ساحة التغيير أقل واحد اللي موجود هناك إيش يطلعه؟ أقل واحد يطلع قايد لون. مش مصدقي؟ يا نسمع اسمع اسمع اسمعوا. لو سمحتي أدي كلمتين. حقيقة أنا أكلمكم بالواضح بالصدق، هؤلاء حزب الإصلاح ليس لهم في الوطن شيء ولا فدي. أهم شيء يقدمك طوع يصل حيث بيصل. ما الذي جعلك تقول ذلك؟ أقول ذلك من مصدر وأنا مسؤول عن كلامي. أنا أتو إلى عندي وحزب قيادي عضو قيادي قال يحاول يدغدغ مشاعري على أساس أني أنضم إليهم. قال يا أخي أنت نعرفك أنك مع الدولة وتعمل وتعمل وتعمل، لكن إيش سووا لك؟ قلت إيش الذي خلك تدي الكلام هذا علشان إيش؟ قال انضم معنا، انضم معنا والله لا نخليك قايد له. أقسم بالله يا أخي مصدقينك لا تهلف قايد له أكيد أركان حرب الجمهوري. أقسم بالله يا أخي خلاص بس. شفتم أهم شيء أنتم جوا حضروا بها خلاص بهذه التحرير والسبعين هذا، احضروا في ميدان التغيير، احضروا يعني 500 هم بيخرجوا مليون مثلا في المظاهرة، 500 ألف منهم هذا كلهم وزراء يعينهم وزراء 500 ألف، بالإضافة إلى 200 ألف هذا سفراء في الدول الأجنبية 200 ألف على الأقل على الأقل، بالإضافة إلى 200 ألف الذين يطلعون قادة الوية مع الأخ هذا، بالإضافة إلى يبقى معنا 100 ألف هذا كلهم يعني مدراء بنوك.
درى بنوك وشركات، جو عندنا بس. أيضا القضايا معتمدة على استراتيجيات معينة، فمثلا ناس يجوا مش حافظين بس يدوا لهم ورقة يقرأوا منها، نشوف مثلا زي هؤلاء. الشفاء هو من معه من كبار مسؤولي الدولة وقرب عودته إلى أرض الوطن سالما غانما معافى بإذن الله تعالى. ثانيا المهم نكتفي بهذا القدر، لو نصدقها تجلس للصبعة تفتر ملا. ننتقل لموضوع ثاني، بس لا ما فضوش يكتبوا ورق أو ما بيقروش مثلا يحفظهم زي هؤلاء. المشترك ونكذب ما بدخلته الله أمزاع عشية اللي هو السحي، وزعني أنها من قبل المعسكر والمعسكر لم يصدر منا أي شيء. الذين قد أصيبوا المتوفين أربعة عيال عمي، عيب من عيال عمي، عيال عمي، عيال عمي، عيب من عيال عمي، والمستشفى فيه ستة أشخاص. المعاقون كانوا يتواجدون في ذلك الخيمة، خيمة واحدة. وعند الحادثة كنا موجودين بعضنا. كنا موجودين بعضنا. شفتم؟ يحفظوا لأنه ما يخافش. أهم شيء عليه التواجد في المكان المناسب والمدرسين ويجوا لعندي. مشاهدينا الكرام، نختم حلقتنا بقصيدة الرنانة مجلجلة لأحد شعراء الشرعية، أحد الشعراء البارزين الذي ينافس المتنبي والأصمعي والعوبلي وإلى ما إلى آخره. نستمع إلى القصيدة الرنانة. أنا طبعا جبت أنا أسمع يا الله يحفظه، جبت أنا في المشهد اليمني قصيدة. أها. وأنا أقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم: لا للفوضى لا للتخريب، نعم للشرعية الدستورية. حب الوطن من الإيمان، اليمن الموحد فوق الجميع. رسالة حب، سلام لك رمز الوطن عاد الرسم. بس 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 بس, بس مدحناك وزيدنا ونقضي هذا القصيدة. بس عفوا عفوا. نختم على ظنين أني قصيدة، بس الأخ ضلع بقرا من الفهرس، عادوا في الفهرس ويظن قدي قصيدة. نختم مشاهدينا الكرام، وخيرها في غيرها، في أمان الله.